بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد النهاردة التشو الانسجة. انا عندي اربع انواع منها: كونكتف تشو وابيسيليال تشو وماسكولار تشو ورابع نوع نيرفس تشو. هنمسك اول واحد الابيسيليال تيشو او بيسمى بالابيسيليم. الابيسيليم ده عبارة عن ايه؟ هو واحد من الاربعة بيزك تيشو اللي موجودة داخل الجسم. الطبقات بتاعته او سواء كانت لير واحدة او عدد من اللايرز بتتكون من اجريجيتد سيل، يعني خلايا متجمعة مع بعضها، لكن الخلايا دي بتكون من نفس النوع. بيبقى موجود فين؟ بيغطيلي الاسطح اللي هي السيرفيسز، كما ان هو بيعمل لي لايننج، بيبطن الكافيتيز اللي موجودة في الجسم، البادي كافيتي. وممكن برضو ان هو بيكون لي الجلاند اللي هي الغدد. ده بالنسبة لأول حاجة التعريف بتاعه. يبقى انا عرفت ان هو واحد من البيزك تيشو الاربعة اللي موجودين في الجسم. الليرز بتاعته بتتكون من خلايا متجمعة مع بعضها لكن من نفس النوع، بتعمل لي ايه؟ بيعمل لي انه بيغطي لي السيرفيسز او بيبطن لي البادي كافيتيز وبيكون لي الجلاند. بعد كده في بعض الكاركتر اللي بتميز الابيسيليم. اول حاجه منها ان هو درايفد فروم. بيجي منين ده؟ بيجي من حاجه اسمها امبريونيك جيرم لير، اللي هي عباره عن الاكتوديرم دي هتاخدوها والميزوديرم والاندوديرم. يعني هو بيجي من الثلاث طبقات دول. ده اول حاجه. طيب تاني حاجه ان الخلايا بتاعته بجد انها بتبقى سيبريتد بواسطة اسكينتي. اسكينتي يعني حاجة قليلة او ضئيلة. انتر سيلولار ماتيريال. طب تالت حاجة بيقول لك ان الخلايا اللي بتكون لي الابيسيليم ده بتعمل ريست على انها بتبقى على حاجة اسمها البيزمنت ميمبرين. والبيزمنت ميمبرين ده بيفصل لي بين الابيسيليم وبين الاندرلاينج كونكتيف تيشو. يعني ايه؟ يعني انا عندي لير من الخلايا مثلا كده رست على حاجه اسمها البيزمنت ميمبرين، بيفصل لي بين الابيسيليم وبين مين؟ وبين الكونكتيف تيشو. هنا مثلا كده يبقى هنا الكونكتيف تيشو. طيب البيزمنت ميمبرين ده بيتكون لي من حاجتين، طبقتين، اما بيزال لامينا عرفنا انها معناها طبق، يا اما روتيكولار لامينا. البيزال دي بتيجي منين؟ بتيجي من الاوفرلاينج، من خلايا الابيسيليم اللي موجوده فوقها على طول. اوفرلاينج ابيسيليال سيل. طب بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن جلايكوبروتين وكولاجين فايبريل اللي هي النوع الرابع من الكولاجين فايبريل. اما بالنسبه للروتيكولار لامينا بتتكون لي من ريتيكولار فايبر
fiber معاها بعض الجلايكوبروتين. طيب بعد كده ايه تاني بيميز لي الابسيليوم؟ بجد ان الابسيليوم بيقال عليه افاسكولار. افاسكولار معناها ان مفيش بلد ولا ليمف فيزلز. طيب هيتغذى منين؟ النيوترونت هتروح له ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها الديفيوجن اللي هو الارتشاف. طيب بعد كده الابسيليوم له المقدرة have الكابسيتي انه يعمل ايه؟ ريجينيريشن. ريجينيريشن معناها اعادة بناء. يعني مثلا انا عندي لو خلايا ماتت او مثلا حصل ووند مثلا في السكن او كده بيحصل رينيوال لمين؟ للخلايا، زي مثلا اللي بيحدث في اليوترس او الدايجستيف تراكت اللي هي القناة الهضمية. بعد كده ان الابسيليوم له القدرة ان هو بيتحول لي من one طيب to another لنوع تاني عن طريق عملية اسمها الميتابلاسيا. بعد كده وظيفة الابسيليوم بالfunction of ابسيليوم protection حماية، secretion excretion إخراج، absorption امتصاص، contraction انقباض، sensation إحساس. كما إن في الجلاندولر الابسيليوم اللي هو الابسيليوم اللي بتاع الغدد مثلا بينتج لي بعض الايه الماتيريال زي مواد، زي مين؟ زي انزيمز الانزيمات، هرمونز هرمونات، ملك زي اللبن، سويت عرق، اويل وميوك. ده بالنسبة لبعض الكاركتر والفانكشن بتاعة الإبسيليوم. طيب أنا عندي كذا نوع من الإبسيليوم ده، أنواعه إيه؟ عندي حاجة اسمها covering lining إبسيليوم أو بيسمى بي إبسيليال ميمبرين. من اسمه covering و lining. covering معناها ان هو بيعمل لي cover لي السيرفيس بتاعت الجسم، اما lining معناها ان هو بيبطن لي الهالو اورجان او اللي هي الاورجان اللي بيبقى ليها ايه تجويف. ده بالنسبة لاول واحد covering او lining epithelium. طيب تاني واحد اسمه glandular epithelium. جلاندولار ابيسيليوم اللي بيكون لي فور مين؟ الاكسوكراين والاندوكراين جلاند. وهتاخدوا الجلاندز دي بالتفصيل. بعد كده تالت نوع حاجة اسمها نيورو ابيسيليوم. النيورو ابيسيليوم اللي هو بيعمل لي ريسيف لمين؟ للمؤثرات اللي هي الحسية sensory stimuli. رابع نوع حاجة اسمها المايو ابسيلي بيبقى له contractile وظيفة انقباضية، وهناخد كل واحد بالتفصيل.